رجعنا بنتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان وساعتنا الثانية وكلنا حماس وانا وحمزة تحديدا حماس. ليه يا استاذ ايمان برضه خلي معانا في الصورة؟ كنت جاية طبعا استاذ ايمان. طيب. اكثر حماسا يعني احنا مشغولين لانه انا اتعرف على اخر المستجدات في الاخبار السياسية وخاصة اخبار موقع الشروق نت اللي دائما احنا من خلاله نتعرف على كل ما هو جديد في الاخبار المتنوعة. صحيح، رحب استاذ امام محمد امام الكاتب والصحفي والمحلل السياسي واستاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا. صباح الخير وجمعه مباركه. الله يبارك فيك، ونحن اكثر حماسه في هذا اليوم الاقر لنستعرض ونحلل بعض ما عندكم من الاخبار. لما قلت صباح الخير عليكما. صباح الخير عليكما وعلى مشاهديكما. نعم. داخل السودان والخارج. نعم، اهلا بك استاذ امام. والاخبار يعني والناس كلها بتنتظر الاخبار السياسيه بفارغ الصبر عشان نتعرف. نعم. على كل ما هو جديد، ونبدا مباشره باولى الاخبار لليوم. التاج جوله التفاوض الثانيه تتناول قضايا استراتيجيه مهمه. قال القيادي بقوى الحريه والتغيير اسماعيل التاج انه يجب التفاؤل بالوصول الى نتائج ايجابيه خلال الجوله الجديده للتفاوض بين قوى الحريه والتغيير والمجلس العسكري، لانها جوله تتناول قضايا استراتيجيه مهمه كسلطات تعيين رئيس القضاء. واضاف التاج نسعى الى اتفاق يصب في مرحله في مصلحه الشعب السوداني صاحب القرار وتحقيق التحول الديمقراطي، مشيرا الى انه ينبغي ان نتفائل بمستقبل افضل للبلاد. واضاف وفقا لوكاله السودان للانباء ان من وقع بالاحرف الاولى على الاتفاق هو الاستاذ احمد ربيع وهو ممثل ومفاوض عن تجمع المهنيين. استاذ امام، شهدنا يعني جلسات ماراثونيه جدا ما بين المجلس العسكري وقوى الحريه والتغيير اللي تاخرت اثناء الليله 14 ساعه او اقل. يعني كان في الاتفاق السياسي اللي هو قد يرى البعض انه تمهيد او ارضيه ثابته للاتفاق الدستوري بشان الوثيقه، أبرز اللي هي تبعية الأجهزة الأمنية وغيرها. نتكلم عن هذه السلطات وكيفية أن يتم الخروج منها إلى بر الأمان وإحنا في مشهد يعني مظلم نأمل أن نخرج منه. في رأيي الخاص، وفق الوسيطان في أن يجعلا من هذه المفاوضات الماراثونية نتائج ملموسة لدى الشارع السوداني، وخاصة مجموع الحراك السياسي الذي يترقب كل ثانية وكل دقيقة عن مخرجات مثل هذه المفاوضات والاجتماعات التي تترى من يوم وآخر. لكن المهم هو أن هذا الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بأحرف أولية هو بمثابة بريدج، جسر للعبور تجاه بناء الثقة، لأنه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير هذه المشاهدات لا ريب أنها أثرت كثيرا في الثقة المتبادلة بينهم، يعني أحدثت قدرا من الارتياب كل طرف من الآخر. لكن هذه محصلة تبني للشيء الأهم، ألا وهو الخطوة الثانية المتعلقة بالوثيقة الدستورية، لأن هذه الوثيقة الحاكمة للسلطات. أما الاتفاق السياسي على الرغم مما أثير حوله من غبار من بعض مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير اعتراضا على فقرة أو اعتراضا على مجموعة أرتيكلز فقرات في ذاكم الاتفاق، إلا أنه وجد احتفاء خاصة من المجتمع الإقليمي والدولي والمجتمع الخليجي. هذا أثار اهتمام كثير من مراقبي الشأن السوداني داخل السودان وخارجه، لأن هذا الاهتمام إنما يدل أن كثير من هذه الدوائر تترقب الوصول إلى توافق نهائي حتى تحدث النقلة مما نحن عليه الآن التي أسميها المنزلة بين المنزلتين إلى المرحلة الانتقالية بكامل دسمها التفصيلي.
النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها في هذا الاتفاق، أيضا هذا الاتفاق جعل أن الشارع يتوقع قرب انفراجات كبيرة، لأن كما تعلمان الشارع أحرص ما يكون لمعالجة القضايا الكلية، ثم التفات إلى ما يتعلق بالحياة اليومية. يعني اضطراد ارتفاع الأسعار جعلت كثير من جموع هذا الحراك السياسي تعتقد أن هناك شيء من التطويل، يعني تعتقد أن هناك شيء من التطويل ينبغي أن لا يؤثر سلبا على مسار الحياة العادية وضبط السوق وضبط مسارات دواوين الحكومة، وهذا لا يتأتى إلا بتشكيل الحكومة المرتقبة قريبا إن شاء الله. نعم طبعا ضبط السوق و يعني الانتظام بالبيع بصورة يعني يقدر كل الشعب السوداني يقدر تكون في متناول يده، دي حاجة مهمة وخطوة يمكن هي السبب الأساسي والتغيير الأول في خروج كل الجموع السودانية، لأنه يمكن الوضع الاقتصادي الراهن صعب جدا جدا يعاني منه كل الشعب. أيوة من الأساسيات اللي خلت الشعب السوداني يطلع علشان يعني يلقى أبسط حقوقه العادية اللي هي تموين وغيره. برضو نقطة مهمة مع السوق عشان ما ننسى النقطة بتاعت normalization life بتاعت الناس، يعني لابد من جعل الحياة حياة طبيعية. الآن في tension، في يعني شيء من الشد، وكثير من الناس يعني تلحظ عندما تتمعن في وجوه الناس كثير عبوس من الحياة المضطربة، وأيضا دواوين الدولة لا تعمل بالكفاءة التي ينبغي أن تعمل بها، حدث شيء من التراخي والتسيب نتيجة لعدم الضبط ونتيجة لحالة اللا استقرار السياسي. فمن المأمول أن هذا الأمر، هذا الاتفاق الأولي يقود إلى اتفاق أكبر، ومن ثم يحدث يعني تتفاعل كل مسارات الحياة في السودان من جديد، ونتحدث عن ثلاثة: الاستقرار والتنمية والأمل. إن شاء الله بإذن الله تعالى.